علاش وصلتيو لهذا المستوى هذا انه كتعطيو الفلوس للناس باش يبقاو غير منتجين، باش ما تصدعونيش، باش ما تبقاوش تخلقوا مطالب الى اخره، غادي نعطيكم الدعم، ولكن في المقابل غادي نزول تدريجيا صندوق المقاصه باش الغلاء غادي يعم على الجميع. هذه السياسه اللي كتبين على انه لا فهموا الاقتصاد ولا فهموا الوضع الاجتماعي ولا فهموا الوضع النفسي ديال المجتمع. اولا تعامل الكاش باش نفسروا للناس الناحيه الاقتصاديه خطير على الاقتصاد. علاش؟ لانه هذيك الفلوس اللي تتحطوا في البنوك المفروض انه تتحولوا الى قروض استثماريه، ولكن شكون اللي جعل انه الناس بداو تتعاملوا بزاف الكاش؟ هي هذيك الحمله الضريبيه، هذيك غلط، خطا كبير ارتكبته الدوله. فهمتي؟ بحال الخطا اللي ارتكبته الولايات المتحده الامريكيه ملي حافت على الفلوس ديال روسيا. شنو وقع؟ هذا خلقوا نظام اخر مالي مختلف. ولهذا ملي تتخذ واحد الاجراء ضد الهروب الضريبي، والهروب الضريبي كاين، ولكن واش الهروب الضريبي تم؟ ماشي تم، لان حتى هذاك اللي عنده اللي ما تيخبعش فلوسه في البنكه تيخبع في دارو، ملي كاين فقر تيخلص لا تي في، ملي كيستهلك راه تيخلص لا تي في، ملي تيشري راه تيخلص لا تي في. اذا ما كاينش هروب ضريبي حقيقي، كاين هروب ضريبي نسبي. ولكن الى الناس ضغطتي على التجار وقطاع التجاره وبديتي تتبعهم، درتي لا شاس او سورسيير، يعني الصيد السحارة، وتبعتي الناس، شنو رد الفعل ديالهم؟ ما غادي يبقاوش يصرحوا بالاموال ديالهم في الحسابات ديالهم. وداك لا كونفيدونسياليتي، يعني الحمايه الذاتيه ديال الحياه ديالك الماديه، تتولي الدوله تتنزل عليك تتقول لك انت عندك هذاك الحساب. ايوا ما فهمت. في الوقت اللي الدوله كان المفروض انه تقوم بالسؤال من اين لك هذا؟ هذوك الناس اللي تيدخلوا الملاير احيانا بطرق غير شرعيه، علاش هذوك ما تتبعهمش وما تتهداش؟ وعلاش تحكم عليهم اللي تيوقعوا مخالفات وكتدخلهم للحبس؟ علاش تدخلهم للحبس؟ استرجع ذاك الاموال، لا تدخلهم شيء للحبس، هي استرجع الاموال. فاذا التهريب كاين، ولكن كاين التهريب اللي غادي يعطيك نتائج سلبيه، وكاين التهريب اللي معقول ومنطقي وفي اطار لاصلاح ضد الريع في المغرب. فانا تنقول انه هذيك الظاهره تدل على انه ظاهره مرضيه. مرضيه معناها انه فقدان الثقه. وإلا كان المجتمع فقد الثقة من الحساب ديال الدولة ومن الحسابات ديالو الخاصة، لأن الدولة غادي تبقى تطلل على ذاك الحسابات وتراقبها وتتابعه، فهذا حرب مالية بين مصالح الدولة بوحدها ومصالح المجتمع بوحده. كاين انفصام بين هاد المصالح، كأن الدولة استقلت بنفسها ولا تدافع على مصالحها في الوقت اللي هي مفروض انها تكون وسيط بين المجتمع واصحاب المال. ولكن الدوله ملي كتولي مستقله وتولي تتابع الناس، هذا الناس تيتصرفوا تصرفات اللي هي غير منطقيه من ناحيه هذا. وهذه ظاهره طبيعه الحال. كيفاش غادي تمنعها الدوله؟ ما غادي ما عندهاش كيفاش تمنعها، ما يمكنش تمنعها إلا بالإقناع وبإعادة الثقة لأجهزة الدولة بأنها تخدم في مصلحة المجتمع وليست في المصالح ديالها الذاتية لفئة معينة اللي تتشتغل في الإطار العالي من المسؤولية في الدولة. هذا رد فعل إضافي سلبي للدولة أنها ما استطعتش تحول واحد الفئة ديال المجتمع إلى منتجين، وقالت
باش ما تصدعونيش، باش ما تبقاوش تخلقوا مطالب الى اخره، غادي نعطيكم الدعم، ولكن في المقابل غادي نزول تدريجيا صندوق المقاصه باش الغلاء غادي يعم على الجميع، ولكن انتم فئه الاكثر تضررا غادي ندور معكم. هاد الهروب الى الامام، هاد السياسه اللي كتبين على انه لا فهموا الاقتصاد ولا فهموا الوضع الاجتماعي ولا فهموا الوضع النفسي ديال المجتمع ولا فهموا الوضع السياسي، ما فاهمين والو هاد الناس. هذا سياسه عكس المنطق وعكس التنميه الحقيقيه اللي خصها تكون في المجتمع. علاش وصلتوا لهذا المستوى هذا انه كتعطيو الفلوس للناس باش يبقاو غير منتجين؟ علموا كل عائله قلت خدموا فيها، قريوا فيها واحد من الشباب العاطل وقريوه واعطيوه مهنه وعاونوه باش ينطلق في ذاك المهنه ديالو، وما تخليوش يعني، لان هذا الريع شنو غادي يكون؟ هذوك الوالدين عندهم مشاكل مع ولادهم اللي معاطلين، هذوك الولاد شنو المشكل ديالهم؟ بقوه الفراغ اللي تعيشوا فيه تتعاطوا احيانا للمخدرات. هذوك المخدرات خصهم الفلوس، من اللي غادي يوليو الوالدين تيقبطوا ذاك الاعانه باش يسكتوا ولادهم؟ غادي يبداو يدوروا معاهم، من اللي غادي يدوروا معاهم ذاك الفلوس؟ احيانا ما نقولش دائما، ولكن احيانا غادي يمشيو لشراء المخدرات. هو فين زايدين؟ شنو هاد الشباب اللي خصو يكون منتج وكتعطي للاسره ديالو اللي كتعاني من البطاله ديال جوج او ثلاثه الدراري، فعاود ما تخرجهم وتعاونهم باش يكونوا في البطاله؟ هذه سياسه يعني سالبه بشكل مطلق. ولهذا انا لاحظت انه مشات الدوله في هذا الطريق ديال زدنا على ثلاثه ديال الانواع ديال الريع، ريع الدوله وريع القطاع الخاص وريع القطاع الاجنبي، زدنا عليه ريع الفقراء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.